مساءً على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. لسه الحديث مستمر عن القانون الجديد للأحوال الشخصية. ناقشنا فيه طبعا العديد من القوانين الهامة أو البنود الهامة اللي تقدم بيها النواب، والحقيقة طبعا يعني هم بيحاولوا يقدموا كل البنود دي أو القوانين دي لخدمة الطرفين، مش علشان المرأة بس، لأ، عشان الرجل والمرأة وتنظيم العلاقة ما بينهم. من أيام أعلن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب إعداد مشروع قانون، يعني أنا بعتقد أنه في منتهى الأهمية، هيتقدم به للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، وده بخصوص تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة وحماية حقوق الطرفين الزوج والزوجة تفصيليا من خلال بنود القايمة، من منقولات ذهب، تنظيم حاجات كتير جدا، طلبها أو يعني استعادة الحاجات دي في حالات الطلاق لا قدر الله أو الخلع للحد من المشكلات الكبيرة قوي قوي اللي بتحصل وبنشوفها نتيجة الانفصال. معانا النهاردة سيادة النائب محمود عصام اللي بنرحب بيه في ست الستات، واللي هيحكي لنا بالتفصيل عن المشروع اللي ناوي يتقدم بيه بإذن الله. برحب بحضرتك معانا سيادة النائب. أهلا بسيادتك يا فندم وبسادة المشاهدين. أهلا بسيادتك. زي ما قلنا، إحنا اللي احنا عايزينه من قانون الأحوال الشخصية الجديد ان هو يراعي الطرفين، ان العلاقة الزوجية الرجل والمرأة لو جينا على الراجل الحياة هتبقى برضو فيها مطبات فظيعة وهيحس بالظلم، وبنفس الطريقة بالنسبة للمرأة. الأول كده خليني أسأل حضرتك سؤال بالبلدي، هو القانون معاصلك في ايه؟ يعني لغاية دلوقتي لسه ما طلعش ليه؟ لا، هو احنا طبعا المشروع قانون احنا لسه هنكون بتقديمه في بدايه الدور الانعقاد الثالث في اكتوبر الجاي ان شاء الله، فهو ده لسه احنا بنعدله دلوقتي انا وفريق العمل، ولسه هيتم اعداده وتقديمه اكتوبر اللي جاي، يعني بعد شهرين ان شاء الله يبقى في مشروع قانون. اكيد ان شاء الله. طيب ايه بقى مجموعه القوانين او البنود اللي حضرتك عايزها او عايز تتقدم بها للمجلس؟ في البداية خلينا نقول إيه سبب فكرة المشروع القانون. مشروع القانون حيك طبعا في الجميع تابع في الفترة الأخيرة الجدال الكبير اللي حصل اللي فرضته نفسها في الشارع المصري وعبر التواصل مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. جدل كبير حوالين موضوع قائمة الزوجية، وطلب البعض كتير بالغاء خاصة من الرجال. وطبعا احنا عارفين عشان سبب الأسعار وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وغيرها من النقاشات التي تطرقت إلى مبررات بأن القائمة ليست من الشرع، وأن القائمة تعد تعامل بمثابة وصل الأمانة لدى الزوج. أيوة بالضبط، هي وصل أمانة. وأن القائمة كمان تعتبر يعني يتهمها البعض مكحفة شوية للزوج والكلام ده كله. فطبعا احنا توقفنا كثير أمام هذا الجدل أنا وفريق العمل، وقررنا أن احنا يتم النقاش والحوار في هذا الموضوع، وقمنا بعمل مشروع صغير، فريق عمل صغير، نحن نبتدي نشوف أسباب الموضوع وحل بتاعه إزاي. فقمنا توصلنا بالمشروع اللي قدام حضرتك النهارده، ملامح المشروع، واحنا قلنا ان احنا نبتدي ان شاء الله. نعم، بالقايمه. ايوه، نبتدي بالموضوع القايمه وان احنا نشتغل على الحل بتاعها. اقتراحات حضرتك زي ما هو قدامي ان في فكره لتوثيق القايمه في الشهر العقاري. اولا ايه الهدف وازاي الستات يستفيدوا، يعني لا يفقدوا حقوقهم ولا يبقى في تجني على الزوج بموضوع الشهر العقاري. تمام. وحضرتك طبعا عارفه ان التوثيق بمثابه ان هو حق من حقوق القائمه، حق من حقوق المراه، وانا ما كنتش مع الغائها بصراحه. والتوثيق بمعنى ان هو امن، يعني الامن. يعني حق، حفظ امانها، حق في حاجتها اللي جايباها طبعا، ويحفظ حقها في نفس الوقت. من هنا احنا اقترحنا ان لازم القائمه توثق في الشهر العقاري في اجراء مع بدايه الجواز، اجراءات الزواج، حتى يكون صك موثوق لا يمكن التعديل فيه من الزوج او الزوجه الا لو راحوا الشهر العقاري تاني. يلغوا الاولاني، يلغوا الاولاني التعديل بموافقه الطرفين. ودي النقطه المهمه. فلقدر الله مثلا اذا حصل طلاق
فللزوج فالزوجة يكون لها حق كامل في القايمة. التوثيق أيضا بيمنع التزوير سواء بالإضافة أو الحذف. زي ما شفنا في كتير في الفترة الأخيرة، يعني كان في مثلا أوضة النوم 10,000 جنيه مثلا يزود صفر أو هي تقلل صفر أو يعني كان في تلاعب. فالتوثيق لو عملنا التوثيق ده هيخلي الموضوع ما حدش يقدر يزيفه. التوثيق أيضا يا فندم يخليها ما تروحش المحكمة، لأن لما يعني هي المفروض الحاجة اللي وثقت هي حجة واضحة. يعني هو مش كفاية، أنا أسفة على مقاطعة حضرتك، إحنا استضفنا طبعا يعني نخبة من المحامين المقرين وقالوا إن القايمة دي اللي بيمضي عليها الزوج هي بمثابة وصل أمانة. مظبوط. أوكي، هو وصل الأمانة ده مش كافي إن ما تروحش المحكمة؟ يعني ده وصل أمانة، ده في ناس بيتعاملوا ماديا مع بعض في كل مناحي الحياة بوصولات أمانة أو شيكات. يعني بص يا فندم، هو موضوع وصل الأمانة هو حاجة غير منصفة للرجل تماما. لأن حضرتك تخيلي كده، يعني واحد اتجوز بقاله 10 سنين، المفروض إن هو يرد الأمانة على حالتها. ايوه، ده اتقعد عليها وتنام عليها وتغير واتاكل فيها واتكسرت فموضوع وصل الامانه هو حاجه مخيفه جدا فعلا للرجل. اوكي، فاحنا بنكون امام قانون متوازن في حق الزوج والزوجه. يعني ده بديل ان يبقى القايمه وصل امانه، ان القائمه المنقولات دي توثق في شهر العقار. طبعا. وزي ما قلت لحضرتك ما يخليش الزوجه تروح المحكمه. اوكي، ونشيل الاعباء على المحاكم في دعاوى القضايا. وده يكون بمثابة صيغة تنفيذية. يعني نخلي الزوجة ما تستناش ولا حكم محكمة، لا هي تنفذ الموضوع فورا. اوكي، طيب ايه تاني من البنود اللي حضرتك من خلال المشروع ده اقترحتها؟ طبعا الموضوع اذا كان مثلا يعني في الرجل اذا اراد الطلاق فتكون للزوجة كامل القايمة، واذا كان الخلع في حالة الخلع تكون الزوجة تسترد ما قامت بتسجيله في القايمة، ويقوم الرجل باستيراد ما قامت بتسجيله في القايمة. اوكي، غير الوضع الحالي. الوضع الحالي ده على حالها. الزوجة بتاخد الوضع الحالي، الزوجة إذا كانت قدمت بالخلع هي أيضا بتقوم برفع قضية رد المنقولات أو تبديل المنقولات. وده طبعا حاجة غير مصيبة. صحيح. طيب احنا هناخد فاصل، صح؟ ولما نرجع من الفاصل عايزين نتكلم على موضوع المهر، ان المهر يبقى موثق هو كمان ويبقى مثبت، وان يبقى فيه شروط في عقد الزواج. كل دي نقاط مهمة هيكلمنا عنها سيادة النائب محمود عصام لما نرجع من الفاصل، خليكم معنا. لسه في حديث عن القايمة ومعانا سيادة النائب محمود عصام، بنكمل كلامنا اللي بدأناه قبل الفاصل. سيادة النائب، عايزين نكمل في بند مهم من بنود المشروع القانون، وهو عن القايمة ان هي تاخد حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأيدته دار الإفتاء. ده معناه ايه سيادة النائب؟ هي دي تفصيلة إضافية للمشروع القانون اللي احنا هنتقدم بيه ان شاء الله، ان القايمة تاخد حكم المهر. وده اللي أيدته فعلا زي ما حضرتك ذكرتي الدار الإفتاء وكثير من. يعني ايه تاخد حكم المهر؟ تاخد حكم المهر زي ما كانت سيده، يعني حاول طبعا حديث فيما معناه، ان زي ما سيده راحت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له انا لا اطيق المعاشره مع زوجي، فقال لها هل اداكي مهر؟ قالت له اديني مهر حديقه. قال ردي اليه وتكوني حره. هذا هو معنى بس القايمه دي، انها لو هتعمل خلع تردها. بمعنى هقول لحضرتك ان اذا في حاله الطلاق زي ما قلت لحضرتك ان القايمه تكون كلها كامله للزوجه. أوكي. أما وده يعتبر مهر. أما إذا، على فكرة هو المفروض الرجل يجيب كل شيء دون، بس ده مش بيحصل عشان الظروف المادية. القايمة دي بتتكتب لما الأهل بيبقوا عايزين يضمنوا حق بنتهم في الحاجات اللي هم جابوها، لأن هي بتساعده. يعني هي لما بتساعده فمش من العيب ان هي تكتب قايمه بتحفظ حقها. ده بس كده في مشروع القانون كده معناها انها هتتخلى عن الحاجات اللي هي جابتها بالقايمه دي مع المهر.
تردها له لو خلعت هي لو خلع يعني. هي القايمة هي جزء زي ما قلت لحضرتك هو يعتبر مهر. في حالة الخلع زي ما قلت لحضرتك ان الزوج ياخذ ما تم تسجيله في القايمه وهي تاخذ برضو ما تم تسجيله في القايمه اللي هي بشكل متناصف. اوكي طيب، المشروع برضو تضمن حبس الزوج 3 سنوات حال بيعه ذهب زوجته دون رضاها، والمشغولات الذهبيه بتبقى في حوزه في حيازه الزوجه مش في حيازه الزوج. عايزه برضو حضرتك تشرح لي البند ده. طبعا هو جرى العرف في الشارع المصري ان هم بيسجلوا المنقولات الذهبيه في القايمه، فدي فرصه كويسه جدا ان احنا لما نسجل القايمه في الشهر العقاري نسجل معاها الذهب. يبقى موضوع موثق ومحفوظ للمراه. اوكي، ومن المعروف طبعا ان الذهب في حيازه الزوجه، صح؟ فالزوج هنا ملهوش اي حق ان هو يستخدم المشغولات الذهبيه بتاعت الزوجه او يبيعها او ياخدها منها من غير رضاها او من وراها او حصل اي شيء. هنا بيكون يقع عليه عقوبه اللي هو بقانون الحي للعقوبات. عارف ست النائب ايه الازمه؟ هتثبت ازاي الست ان هو برضاها؟ لا يا فندم، هو يعني هو طبعا تحريات المباحث بيعرفوا ازاي يثبتوا. لا يعني لو هو مكتوب في الشهر العقاري اذا هو لا يملك طبعا ان هو مش بتاعته. بالظبط طبعا. واذا لم توجد المشغولات الذهبيه هو يتعرض للسجن فورا، لان احنا في مشروع القانون بتاعنا بنعتبرها جريمه سرقه. اوكي، فده بالاضافه اذا المنقولات كمان اذا تم اتلافها عن العمد. في خباثه بقى في الكنترول روم بقى، خباثه رجالي شويه. بيقول لك طب ما هي ممكن تروح تبيعها وبعدين تتهم الزوج ان هو اللي باعها بما انها مسجله في الشهر العقاري. ما هي هتبيعها ازاي؟ هما الاثنين يروحوا ويسجلوا في الشهر العقاري يقولوا ان احنا هنستخدم ده. دي برضه احنا ولا هي تقدر تتصرف ولا هو يقدر يتصرف ولا هو يقدر غير لما يرجعوا في الشهر العقاري ويتم التعديل فيه. طيب ايه بنود ثانيه مش موجوده في يعني ما قريتهاش لغايه دلوقتي وتضمنها مشروع القانون بتاع حضرتك؟ زي ما قلت لحضرتك المشروع اذا كان الموضوع القايمه احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك هي بتبقى في حاله الخلع، يعني بتعامل معامله الزواج المهر. بتعامل معامله في حاله الطلاق دون ان ندخل بيها. دي برضو اضافه جديده. اذا ما دخلش بيها يتعامل معامله الخلع، ان الزوج ياخذ مقامه بتسجيله والزوج ايضا تاخذ مقامه بتسجيله. يعني في ناس بيكتبوا الكتاب وما بيدخلوش بيحصل مشاكل. في الحاله دي يتعامل معامله الخلع. اوكي، ده في نص مشروع القانون برضو، دي اضافه جديده في مشروع القانون. طب انا عايز اعرف بقى يعني الى اي مدى حضرتك بتشعر، انت حضرتك بقى شايف المشروعات اللي هي القوانين كلها اللي باذن الله يعني مرشحه انها تكون قانون الاحوال الشخصيه الجديد، الى اي مدى حضرتك حاسس انها هيكون فيها انصاف للحياه الزوجيه وللزوج وللزوجه الاثنين مع بعض؟ يعني قول لنا كده كلام من الكواليس، كواليس او مطبخ القانون الجديد حضرتك شايفه ازاي؟ والله يا فندم هو زي ما قلت لحضرتك التوثيق ده شيء مهم جدا، هيحل كثير من المشاكل واهمها حل المنازعات امام المحاكم. ده هيكون حل جوهري لكل المشاكل الاسريه. طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك ان القايمه لازم تتعامل معامله خاصه، لان احنا امام قانون متوازن يحفظ الحقوق للزوجين سواء للزوجه او للزوج. فاحنا مش عايزين حد يجي على الحق التاني. أيوة. فاحنا بنحاول نحط بنود لانصاف الزوج والزوجه من غير ما نيجي على حق في الاثنين. طبعا احنا بنحاول ان احنا يعني يكون مشروع القانون القادم ان شاء الله اللي هيتم تقديمه في اكتوبر المقبل ان يكون ذو جدوى. يعني احنا مش عايزين نيجي على الزوج ولا نيجي على الزوجه طبعا، فاحنا بنحاول ان احنا دايما. طب هل انتوا بقى يعني حضرتك كنائب عن الشعب بتطرحوا مثلا في الدايره بتاعتك للنقاش المجتمعي، هل النواب برضو بيعملوا نفس الحكايه؟ سؤال كويس جدا. طبعا حضرتك عارفه ان احنا في فتره اجازه برلمانيه وبتبقى فرصه ان احنا نتناقش ويكون في نقاشات وحوارات مع طبعًا. الناس، واحنا لقينا الوقت ده هو الانسب ان احنا نعلن عن مشروع القانون علشان نشوف رد فعل ورؤيه، حد عنده رؤيه، حد عنده فكره جديده للمشروع، ومن ثم يتم ضمها لمشروع القانون
قبل ما اقدمه بشكل رسمي. بالمقترحات يعني بتكتبوا طبعاً المقترحات دي طبعاً وممكن تتبنوها من ضمن المشروع المقدم؟ احنا فعلا جالنا اقتراحات كويسه جدا وضمناها للمشروع القانون، فدي كان كلها من اراء الناس برضو. فريق العمل اشتغل على الموضوع ده بشكل كويس جدا. للاسف ما بيعجبناش العجب ولا الصيام في رجب. يعني ايه لو طلع مشروع القانون ده واتطرح للنقاش المجتمعي تبص تلاقي الستات زعلانه، اتطرح تاني تلاقي الرجاله زعلانه. انتوا بقى كنواب هتتصرفوا ازاي؟ يا فندم المشروع هو مش هيزعل حد، بالعكس احنا بنقول وثقوا في الشهر العقاري، يضمن حق الزوجه ويضمن حق الزوج. بالظبط. ما حدش هيزعل، محدش يزعل من الحق. لا 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 ابدا خالص، لان ده انصاف للزوجين من غير ما نيجي على حد فيهم. يعني ده حقيقي. انا بتمنى التوفيق وبتمنى ان المشروع بقى مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديد ده يعني يشوف النور. عايزين فتره كده مكثفه باذن الله قبل وقت طرحه في مجلس النواب وقبل اقراره باذن الله، نعمل فعلا الحوار المجتمعي ده كلنا ونستقبل بقى كلنا. ايه راي حضراتكم في النقاط دي؟ اللي عايز يتقدم بنقاط وبنود تخدم الحياه الزوجيه مش في طرف ست ولا راجل، يعني ان احنا ناخد فتره كافية مش طويلة قوي ولكن ناخد بكل الآراء بإذن الله. إن شاء الله. طبعا إحنا يعني في النهاية برضو بقول لحضرتك هو إن شاء الله المشروع سيناقش من خلال قانون أحوال الشخصية أو حتى القانون الشامل، سواء ده هيكون جيد جدا. المهم إن إحنا نوصل للسلام المجتمعي ونحفظ حق الأسرة المصرية للطرفين سواء للزوج او الزوجين. ان شاء الله. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك سياده النائب محمود عصام، شكرا جزيلا. شكرا. نورتنا النهارده. شكرا في ست الستات. وبعد الفاصل هنتكلم في موضوع مختلف. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم عن السمنه. السمنه ممكن تبوظ جسمنا، تبوظ حياتنا كلها، وكمان بتعمل امراض كتير. عايزين نتكلم عنها صحيا، نفسيا، اجتماعيا، ونبقى يعني بنعشم نفسنا اننا نخلص من السمنه وبرده ما طلعلناش مشكله اللي هي الجوع في نفس الوقت. يعني لازم يبقى الواحد شبعان اللي بيها يقدر جسمه يخس وبصحه وبدون امراض. هنتكلم في موضوع السمنه بعد الفاصل. خليكم معنا.